جديد الكابتن محمود جمعه المدرب فريق النادي الاهلي، بينضم لنا كمان احد نجومنا من نجوم منتخب مصر ولا النادي الاهلي كابتن عبد الله عبد السلام. مبروك النهارده الفوز اولى للمباريات، في تركيز من اول دقيقه باين، النتيجه 3-0 دي احنا متعودين عليها، لكن مشاركتك في البطولات الافريقيه الاختلاف ايه مع اولى المباريات يا كابتن عبد الله؟ طبعا اهلا وسهلا بحضرتك، ببارك طبعا لجيم النادي الاهلي وببارك اللعيبه على الماتش النهارده. طبعا ماتش الافتتاح زي ما حضرتك عارف معانا لعيبه لسه شباب ولعيبه طبعا دماغ مع الخبره، الحمد لله رب العالمين قدرنا نعدي الماتش بره الامام. طبعا المستوى الكره الافريقيه اتطور جامد مش زي زمان، زمان كنا زي ما بنقول ممكن نعدي ارسال كل 10 رسالات يرجع لنا كره وكرتين، الوضع اختلف دلوقتي، بنلاعب فرقه مش وحشه ولا سيئه، نقول ضعيفه المستوى، الحمد لله رب العالمين بخبرتنا وبخبره اللعيبه الكبار مع الشباب قدرنا نعدي اول خطوه، والحمد لله الماتش افتتح كويس الحمد لله رب العالمين عليه. عارف ان انتم مركزين في البطوله فقط لا غير، لكن في ناس يمكن اتكلمت قالت مشاركات الفرق التونسيه كانت المفروض تبقى اقوى من كده البطوله، لكن احنا قلت قبل كده ان احنا كسبنا تونس وخدنا الكاس من تونس، بتشوف الموضوع ده ازاي ولا فاصلين الموضوع ده خالص بالنسبه لكم يا كابتن؟ طبعا فاصلين مركزين طبعا مع الفرق اللي جت، طبعا الموضوع ده لا منطق ليه من الصحه، طبعا كل الفرق موجوده محترمه تكاد تكون فرق احسن من الفرق التوانسه الموجوده دلوقتي، لسه فريق ترجي خصم بطوله عربيه، فالفرق الموجوده كلها محترمه، عندنا الاربع فرق بتوع مصر طبعا كلهم محترمين، في فرق افريقيا وفي السجون معانا في المجموعه محترمه، فرقه الفاب، فريق السواحل الليبي، فريق اهلي الليبي، طبعا لا بطوله جامده ومحترمه وكل الفرق طبعا تعوض غياب اي فرقه ما جاتش. عايز تنقلي الدوافع يا كابتن عبد الله لكل اللعيبه، انا عارف ان في تركيز كبير جدا ان شاء الله تكون البطوله من نصيبنا، لكن بخبرتك بتتكلم مع اللعيبه ازاي والدوافع اللعيبه عباره عن ايه يا كابتن عبد الله؟ طبعا اول حاجه لما ربنا كرمنا ببطوله الدوري الحمد لله بعد غياب 3 سنين اللعيبه مركزه، طبعا زي ما حضرتك عارف البطوله بتجيب بطوله، اللعيبه عندها استعداد اللي هي ومركزه جدا ان هي تحافظ على البطوله الافريقيه، طبعا اللقب المره الثانيه على التوالي، كلهم مركزين، ركزنا بعد الدوري في معسكر بولندا زي ما حضرتك شايف النهارده الحمد لله من اول نقطه لحد اخر نقطه الناس مركزه، ما فيش استار بالخصم، ربنا يسهل نعمل عنا باذن الله وربنا يكرمنا ونحافظ على اللقب الثاني باذن الله رب العالمين. اخيرا انطباعك عن الاستقبال، التركيز، التنظيم النادي الاهلي وتنظيمه بطولتين سيدات ورجال، بتشوف الامر ده ازاي كاحد ابناء النادي الاهلي كابتن عبد الله؟ دي مش غريبه عن النادي الاهلي طبعا، احسن نادي بينظم في افريقيا زي ما حضرتك شايف، حاجه مفخره للعرب وافريقيا، اتمنى ان شاء الله ربنا يكرم السنين القادمه كمان ننظم ويبقى الشكل احسن من كده باذن الله، ربنا يخليك، شكرا لك، شكرا. كل الشكر والتقدير من جديد للكابتن عبد الله عبد السلام احد نجومنا طبعا نجوم المنتخب الوطني فريق النادي الاهلي، بينضم لنا كمان الكابتن يوسف حمدي الصافي احد نجوم فريق النادي الاهلي اللي كان ليه دور كبير النهارده في المباراه. كابتن يوسف برحب بيك، يمكن مباراه قويه زي ما بنقول الانطلاقه بالنسبه لكم، كان ليك اداء طيب مع كابتن ميدو اتكلم عليه، مركز ازاي وشايف البطوله دي بالنسبه لك، انت لعيب صغير لسه المستقبل كبير، بتشوف المباراه دي ازاي؟ اكيد طبعا البدايه مهمه جدا، بطوله على جمهورك، المهم يعني اهم حاجه انك تحافظ على البطوله بالذات انك السنه اللي فاتت كسبتها في تونس. كابتن ميدو بيدعمني جدا هو الجهاز الفني واللعيبه جدا بيدعموني جدا في الملعب، انا الحمد لله كنت حاطط هدف من اول السنه ان لازم ابقى متواجد في البطوله دي وطول السنه على الدرجه الاولى، الحمد لله مش بس موجود، الجهاز الفني بيديني وقت كويس جدا وانا كل ما عليا ان انا ابذل كل ما عندي واظهر في احسن صوره. اللعيبه الكبار بتتكلم معاك ازاي؟ يمكن انت يمكن لعيب عندك مستقبل كبير ابن الكابتن الكبير كابتن حمدي الصافي، اللعيبه الكبيره بتتكلم معاك ازاي بالنسبه للتركيز الفتره اللي فاتت؟ انا طبعا محظوظ جدا بوجود لعيبه كبيره جدا في وقتي زي كابتن محمد عبد المنعم وكابتن احمد عبد العال في مركزي بيدوني نصايح وتوجيهات بتفرق معايا جدا، وكابتن عبد الله عبد السلام طبعا بس هو مش في مركزي بس برضه بيركز معايا جدا نفسيا وفنيا وفي كل مهاره، ده طبعا ده حظ كبير جدا، كابتن عبد اللطيف عثمان، كل دول بيفرقوا معايا جدا، طبعا انا محظوظ بحاجه زي دي ان هم موجودين معايا. تمنياتك ايه على المستوى الشخصي وتمنياتك لفريق النادي الاهلي في البطوله دي بتتمنى ايه يا كابتن يوسف؟ ان انا اهم حاجه في السن ده ان انا استمر في التطور وكل سنه اهدافي تعلى اكتر واكتر، وطبعا اهم حاجه بالنسبه للنادي ان احنا ان شاء الله نقدر نحافظ على البطوله دي ثاني سنه على التوالي، هتبقى حاجه كويسه جدا وبالذات لي انا في اول سنه ليا بطوله اول بطوله افريقيه ليا ان شاء الله. ربنا يخليك ان شاء الله. بنشكر اكيد من جديد كل نجوم فريق النادي الاهلي، مباراة الاولى طبعا زي ما تابعناها بلغه الكره الطائره، بعد المباراه الاولى والثانيه بتدخل الامور في سخونه المباريات، ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه القادمه، مباراه مهمه غدا ان شاء الله في الساعه 8 مساء، لجمهور النادي الاهلي كان ليه تاثير كبير جدا يا كابتن هيثم النهارده طبعا رغم قله العدد، لكن من اول دقيقه تشجيع مثالي لفريق النادي الاهلي، بيتمنى مع توالي الايام ان شاء الله يكون عدد الجمهور اكبر من كده، وكل التوفيق من جديد للنادي الاهلي خلال مبارياته القادمه. عوده ليك يا كابتن هيثم. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، لقاءات مع الجهاز الفني واللاعبين، الحقيقه خلينا نقول انه